بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. لعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا. نسلط الضوء في كل حلقة من هذه حلقات هذه البرنامج على إحدى المهن ونتناول القيم التي يحتاجها صاحبها ليرقى بها محققا أفضل النتائج بكفاءة عالية. تعد مهنة الطب من أنبل المهن على الإطلاق، ونظرا لأهمية هذه المهنة السامية في المجتمع والدور المحوري للطبيب وما يبذله من تضحيات ثمنا لراحة الآخرين وتكريس حياته من أجل إنقاذ المرضى وتخفيف آلامهم، نخصص حلقة اليوم لتسليط الضوء على أبرز القيم التي يجب أن يتحلى بها الطبيب والممارسات العملية المستمدة من قيمنا الإسلامية، وذلك من خلال تعامله مع المرضى ومع الكادر الفريق الطبي المرافق، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه الأطباء في بيئة العمل وكيفية التعامل معها. بداية نرحب بضيوف البرنامج الدكتور أحمد بن عبد العزيز الجهني، الأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز واستشاري الطب الباطني والأمراض الصدرية ومناظير الرئة التداخلية. كما نرحب أيضا بفضيلة الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة، فأهلا ومرحبا بكما. حياكم الله. حياكم الله دكتور أحمد وحياكم الله دكتور فؤاد. واسمح لي بداية أبدأ معكم دكتور فؤاد، يعني نريد أن نتحدث عن الصلة بين مهنة الطب ومنظومة القيم الإسلامية. جميل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بداية دعني أتحدث عن الطب كأهمية، لأننا اليوم عندما نتحدث عن الإسلام الشامل الكامل، الطب واحدة من معطيات تلك الشمولية والكمال في هذا الدين. اليوم عندما نتحدث في تاريخ الأمة الإسلامية ونتذكر أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تعلمت الطب يوم كان أولئك يأتون يطببون النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت بعض المفردات من تلك المعلومات المختلفة، ويوم كان العلماء والفقهاء في كل زمان ومكان يحثون على أن يتعلم المسلمون هذه المهنة العظيمة. اليوم أنت تتحدث عن مهنة سامية، عن رسالة عظيمة، أنت تتحدث اليوم عن ما يمكن أن يدخل تحت شعار من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اليوم الطبيب يمارس ذلك الدور العظيم في حماية الإنسان سواء في قضية الأمراض وغيرها وأيضا وقايته. لذلك أنا أعتقد بأننا نتكلم عن مهنة من أعظم المهن ورسالة من أعظم الرسائل. في ظل هذا المدخل، قطعا هذا الطبيب بهذه الرسالة العظيمة له منظومة قيم هي مرتبطة بمنظومة القيم الإسلامية عموما، لا يمكن أن يتحرك الطبيب إلا في ضوئها، وأنا ذاك إن تحرك في ضوئها سيحقق النتائج المرجوة والمتوقعة من رسالته كونه يقف على ثغرة عظيمة من ثغور بإذن الله. جزاكم الله خير. كما يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر صفحات التواصل التي تظهر لكم تباعا وعبر أرقام الهواتف. وسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة والذي يقول برأيك ما القيمة الأهم التي ينبغي على الطبيب أن يتحلى بها ولماذا؟ نرحب بك مجددا دكتور أحمد. نتحدث نبدأ في هذه الممارسات العملية للطبيب والمستمدة من القيم الإسلامية. طيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكرك أستاذ مصطفى على الاستضافة وأشكر القناة استضافتي في هذه الليلة. كما تفضل الدكتور فؤاد، منظومة القيم منظومة كبيرة ومتشعبة، وقد تكون تنطبق وتتوافق في كثير من المهن. ومن الناحية العملية بالنسبة للطبيب، هنالك العديد من القيم الكثيرة التي نحاول نسلط الضوء على أهمها في هذه الحلقة. بلا شك أولها وأكثرها أهمية هي ورأس القيم هو الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، بحيث أن الطبيب يسخر وينوي بعمله القربة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا وفق الطبيب للإخلاص نال الخير في الدنيا والآخرة، في تعامله مع المرضى، في محاولته لتخفيف آلامهم، في طلب العلم.
حيث أنه يبذل سنوات طويلة جدا لعمل التخصص، فإذا سخر ونوى هذه لله عز وجل بلا شك أنه هو الرابح في الأخير. القيمة الأخرى هي قيمة الإتقان، أن يكون الطبيب حاذق ومتمكن من علمه، وهذه لا تأتي من فراغ، تأتي من الحرص الشديد جدا على التأهيل. نعم. التأهيل العلمي، بحيث أنه يخوض غمار السنوات التدريب الطويلة، اختبارات وخفض ورفع في حياته، لكي يصبح طبيب متمكن. وجميع في غالبية الأحيان الطبيب عادة دائما ينظر إلى الأفضل، يتطلع إلى ما هو أفضل، ويجب أيضا أن يبذل الجهد لمواكبة عصر التطور، حيث أن الطب كما تعلمون هو يعني علم يتطور في بسرعة شديدة جدا، فيلزم الطبيب ليكون متمكن من يعني علمه ويواكب أن يواكب التطور والمستجدات في الطب، لكي يفيد في الأخير مرضاه ومجتمعه. نعم. بالإضافة إلى فادته لنفسه طبعا. من الناحية العملية الطبيب أيضا يجب أن يراعي حسن التعامل مع الطبيب مع المريض، وهذه لها أكثر من مدخل، ابتداء بالابتسامة، حيث تبسمك في وجه أخيك صدقة. السلام. المريض جاي سبحان الله وهو منهك بالآلام والأمراض في حالة ضعف وقلة حيلة لا يعلمه إلا الله، ويرجو ويتمنى من الطبيب أن على الأقل يبتسم، أو مثلا أن يحس أو يحاول ويبذل الطبيب جهده أن يعني يتعاطف مع مشاعر المريض، يحاول يحس بآلامه وحالته النفسية المتوترة. اختيار الكلمات اللطيفة لبعض المرضى، مثلا لما المريض يكون سكره عالي ايش تقول له؟ ممكن تقول له حلاك زايد مثلا. يعني الشاهد انه في اكثر من طريقة لادخال السرور على قلب المريض، لانه انت تحاول انك تخفف عليه الآلام وتوصله لآماله وتهون عليه مصيبته. ايضا من القيم المهمة جدا التي يهتم بها الأطباء عموما وبشكل عام كل المهن، هي قيمة التواضع وخفض الجناح للمريض، حيث أن الطبيب في الأخير إنسان ويجب أن يتعامل مع المريض كإنسان. المريض بالرغم عن أنه شهادات الطبيب قد تكون مهمة بلا شك وهي مهمة، ولكن في تصوري هي ليست أهم شيء، ولو عملنا أي استبيان لكانت النتيجة أن المرضى يعتنون أكثر بكيفية التعامل، كيفية صحيح. تعامل الطبيب صحيح. يقول لهم. أنا مثلا ارتحت لهذا الطبيب. نعم. من يوم ما شفته، من أول ما شفته ارتحت له، وحتى قبل لا يتكلم معه أصلا. نعم. فما بالك لو كانت مدعمة أيضا بالإتقان والإخلاص، فهذه نور على نور على نور. وما في شيء سبحان الله يرفع الطبيب أو أي إنسان آخر مثل التواضع، بغض النظر عن مهنته سواء هو طبيب أو مهندس. هذه بعض القيم، ولعلنا جزاك الله خيرا إن شاء الله نعود. إذن دكتور فؤاد، حين نتكلم عن قيمة الإخلاص، الإتقان، التواضع، هذه القيم العظيمة التي يعني من أولى القيم التي يتعلم بها الطبيب. يعني منظومة قيم الطبيب كثيرة، لكن أنا لأن الحوار سيدور حول المنظومة، أنا سأذهب إلى الثلاثة التي ذكرها الدكتور أحمد، وربما في حوار الآن يعني خلف الشاشة من يسمعني يقول ما هي المؤشرات الدالة على هذه القيم الثلاثة. مثال، كيف أعرف دكتور أحمد أني أنا طبيب متواضع؟ أنا أريد مثلا بعض الخطوات العملية التي تدل على أني طبيب متواضع. الدكتور أحمد جزاه الله خير أثار نموذج، قال قضية الاستقبال بابتسامة، قضية الدعابة، يمكن البعد عن قضية الرفعة في التعامل أو إشعار المريض منه في تعالي في بعض أو صحيح بعض التعالي أو حتى ربما ردة الفعل أو النظر بنوع من الاستحقار، أو إذا تصرف الطبيب المريض بطريقة غير لائقة ربما نهره الطبيب. يعني في بعض التصرفات قد تنافي قضية التواضع، لأنه أحيانا دكتور أحمد وأخي مصطفى من يسمعنا، أحيانا عندما نتحدث عن قيمة
المعنى العام قد نكون متفقين عليه، لكن عندما ندخل في تفاصيل الممارسة يكون هناك في نوع من التباين. فما تظنه أنت أنه تواضع قد يكون هو عين التعالي على الآخرين. فهذه قضية في هذا الاتجاه. أيضا ربما يعني أشار جزاه الله خير إلى قضية الإتقان، وأنا أضيف قيمة رابعة الآن مهمة جدا، هي قيمة الرحمة. الرحمة هذا المريض مثل ما ذكر الدكتور أحمد دخل إلى المستشفى وقد حمل ما حمل على عاتقه من الهموم، وحمل من القضايا المرتبطة سواء بالبعد الجسدي أو البعد المالي، لأنه يدرك ربما يدفع مال وربما يترتب عليه أشياء. فقضية التعامل برحمة، إذا كانت امرأة أحسنت إلى كلب وسقته فقط، والجزاء بأن الله غفر تاريخها الذي يعتبر تاريخ مؤلم، تاريخ زنا والعياذ بالله، غفر الله لها ذلك التاريخ المؤلم بسبب إحسانها إلى كلب من أجل سقاية ماء، فما بالك بطبيب يسقي علاجا ويساعد إنسانا فيخرج من محنة. نعتقد بأن قضية الرحمة ستكون قيمة مختلفة في حياة الطبيب. نعم. حقيقة. بارك الله فيك. أعود لكم دكتور ما ذكره الدكتور فؤاد، آلية تطبيق هل هي الآليات هذه القيم مطبقة فعليا يعني في بعض الأحيان في الجانب العملي في العيادات؟ بلا شك. طبعا القيم بشكل عام هي مهارات منها الوراثي ومنها المكتسب، ومنها ما هو قابل للتحسين والتطوير، وهي أيضا متفاوتة بين الأطباء، لأن الأطباء في الأخير بشر مثلهم زي مثل أي مهنة أخرى. فكل المهارات هذه والمميزات قد تتفاوت من طبيب إلى طبيب بلا شك. وأنا أتفق مع الدكتور في أنه قد تكون في نواحي مختلف عليها، ولكن أعتقد الحكم في الأخير هو المريض. المريض صحيح. هو من يحكم هل الطبيب الذي جالس قدامي الحين متواضع أو متعجرف أو صحيح. متكبر. صحيح. المرضى والإنسان بصفة عامة مشاعره تكون معدية كما يقال. صحيح. يعني المريض يحس بما في داخل الطبيب، هل هو تواضع أو تعالي، قد في بعض الأحيان يكون هناك لبس في طريقة التعامل. صحيح. مثلا القيام للمريض بالذات إذا كان كبير سن. صحيح. الترحيب المنادى بأبو فلان أو باسم فلان أو يا عم فلان بدون مثلا العجرفة أو الصريخ أو منادى بالاسم الأول حتى لو كان رجل كبير في السن. فهذه يعني أعتقد أنها مطبقة بلا شك، والظن والعشم إنها مطبقة. نعم. بنسبة كبيرة من الأطباء المسلمين. نعم. والحمد لله. دكتور فؤاد، يعني الناظر في بعض النصوص يعني الشرعية في الكتاب والسنة نجد مثلا هناك في تخفيف للمريض، مثلا صلاة المريض إذا ما كان يستطيع الوقوف يصلي جالسا وهكذا. يعني كيف نستمد من هذه النصوص الشرعية مراعاة مشاعر المريض ومراعاة أحواله؟ يعني إذا كان الله عز وجل جل في علاه تنازل عن حقوقه من أجل مرض ذلك المريض، هذه قمة يعني كتحدث عن قضية المشاعر. إذن فما بالنا بالبشر الذين في الأصل حقوقهم لا تتساوى مع حقوق الله عز وجل، ربما أحيانا لا نتنازل عن شيء من الحقوق في التعامل مع المريض. إذا كنا اليوم نتحدث عن دائرة العلاج والمستشفى والطبيب، هذا المريض الذي يدخل إلى المستشفى، وأعتقد أنه هذا أيضا منصوص عليه دكتور في قضية ما حقوق المريض والأخير نظام الجودة الذي يعلن أيضا في المستشفيات حقيقة، يكتب ما له وما عليه. يعني إذا كنا نتحدث عن البعد الشرعي فهذا المريض له حق عظيم على الطبيب، وهو أن يبذل غاية جهده في تقديم ما يستطيع له. لكن دعني مصطفى أنقلك إلى قيمة مهمة جدا أعتقد أن الدكتور أحمد ربما يوافقني عليها، قضية النفع المتعدي. اليوم الطبيب يمتلك علم الناس بحاجة إليه، بحاجة فعليا إليه. صحيح. من الله عليه، وأنا أعتبر أن الله اصطفاه من بين الناس، من عليه بعقل وبذكاء وبنباهة حتى حصل على هذه الدرجة العلمية. صحيح. في تخصص يحتاج إلى عمق في الدراسة. تمام. ماذا سيقدم من نفع متعدي للمجتمع؟ اليوم طبيب قد يصف دواء
وطبيب آخر يرسم خارطة حياة يقول له أنت عندك مرض الفلاني هذا علاج، لكن أنصحك بواحد واثنين وثلاثة وأربعة نصائح إضافية ربما تخدم في قضية النفع المتعدي. هذه زاوية. زاوية أخرى في النفع المتعدي، والدكتور أحمد ربما يعرف هذا جيدا وخاصة من درس في الخارج ويدركه جيدا، أن هناك ساعات تطوعية عند كثير من الأطباء يمنحونها لأولئك الفقراء. أخي مصطفى والدكتور أحمد يعرف أن هناك أطباء يزورون بيوت الفقراء والأرامل والمساكين ويقفون على أحوالهم. تخيل الآن يعني بهذه المكانة الاجتماعية يعني. ويزور بيت فقراء أو كذا إلى آخره، ثم يحاول أن يقدم لهم أي مساعدة، أو يزور المريض في بيته بعد انتهاء العملية. هذا بعد آخر، هذا بعد آخر جميل والله يا شيخ مصطفى. لو استطعت أنا كطبيب اليوم أنني بالفعل أمد علاقة مع المريض، يعني مثل ما يقال في التجارة خدمة ما بعد البيع إن صح التعبير، أنه يتواصل معه. أنا ما أريد الكول سنتر يتصلون عليه، بقدر ما أريد أن الطبيب ربما أحيانا يرسل له رسالة يقول أثرها في المريض يعني بعد شيء عجيب. هو يدرك أن هذا الرجل على جلالة مكانتي وعلى انشغالي وعلى ارتباطاتي. كم ستكون هذه مؤثرة لو أن الطبيب عظم اليوم قضية النفع المتعدي، وهي جزء من زكاة العلم، ساعة أسبوعين في التطوع حتى لو كانت بالاستشارات. دكتور أحمد اليوم ألا يعني مثلا أنت في تخصصك الجميل الرائع بإمكانك اليوم عبر اليوتيوب أن يكون لك مقاطع من أبو دقيقة أو دقيقتين أو بعض السنابات، مثل ما نرى ما شاء الله تبارك الله مجموعة كبيرة من الأطباء والطبيبات بيقدموا خدمة علمية جدا يعني رائعة. هذه ممارسة عملية في قضية النفع المتعدي، يعني عندما يسأل الناس عن قضية المؤشرات. نعم بارك الله فيكم. نأخذ جانب من مشاركات الإخوة والأخوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي. الأخت تقول بصفتي طبيبة في المستقبل إن شاء الله أنصح نفسي بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والصبر وعدم إلحاق الضرر. أما حمزة يقول الأمانة، فإن استطاع الطبيب صيانة الأمانة التي كلفه الله بها. أيضا أمين يقول الإخلاص في أداء المهنة، وسند يقول الأمانة والصدق وتقوى الله عز وجل. لحظة مصطفى بس أذكرك بشيء. نعم. يا أخي نحن في الجامعة ويدرك الدكتور أحمد وهو أستاذ جامعي، يا أخي في طلاب وطالبات الطب في ميزة مشتركة، حب الخير لديهم عالي جدا. تصدق أنه ما نطلق مبادرة تطوعية إلا أغلب المشاركين فيها طلاب وطالبات. دكتور أحمد كان عندنا في مكتبة الملك فهد العامة بجدة، وهذا يشرف عليها الوقف العلمي، عندما أردنا أن نطلق المكتبة جئنا بفريق تطوع اسمه زدني علما. هؤلاء يساعدون في قضية الأرشفة، هذا الفريق كله طالبات وطلاب طب ما شاء الله، يجوا معنا اشتغلوا معنا في المكتبة. قضية النفع كأنه هذه المهنة لما أصبح يحتكون في قضية خدمة الآخرين تجذرت لديهم قضية التطوع وحب الخير. يعني رغم أنه هو طب يعني طبيب تماما، يعني القضية مختلفة ربما عن قضية الكتب وترتيب الكتب وترفيفه، لكن طبعا في الأخير هي جزء من الثقافة وجزء من العلم. لكن أنا أقصد أقول لعل، وهذا الدكتور أحمد ربما يؤكدها الآن بكلامه، لعل هذه المهنة أوجدت إنسانية عالية لدى الطبيب. جميل. بحكم ما يمارسه لديه أصبح علو في قضية الإنسانية بشكل جدا الله تؤثر فيه. طيب الحقيقة كلام الدكتور أنا كان ودي دكتور إنه قيمة الأمانة كيف يعني تترجم عمليا في الواقع عند الطبيب؟ أحسنت. الأمانة الحقيقة من الصفات المهمة جدا لدى الطبيب بشكل عام. الطبيب مؤتمن على مرضى، مؤتمن على أسرار مرضى، مؤتمن على أعراض مرضى. يجب عليه أن يؤدي عمله بإخلاص وتفاني، يجب عليه أن يلتزم بالعيادة مثلا، يلتزم بغرفة العمليات، يلتزم بدوراته التدريبية، يجب عليه بالحرص على معالجة المرضى ومباشرة حالتهم عند التنويم مثلا، المواعيد العمليات، مواعيد العمليات، مواعيد العيادات. يجب عليه حفظ أسرارهم، لأنه المريض كما تفضل الدكتور يأتيك ويبث لك الكثير من أسراره طواعية، فيجب على حفظ السر بطبيعة الإنسان واجب، وفي حق الطبيب هو أوجب بلا شك. فيجب عليه حفظ الأسرار. ما يستطيع الطبيب أن يناقش حالة مريض باسمه أو بعينه في مثلا في السيب أو في الأسانسير المصعد أو في المطعم، ما يستطيع، يعني هذا مخالف للقيم الطبية المعتبرة. من الأشياء أن يحفظ أسرار المريض، يحفظ عوراتهم، لا ما يستطيع يوسع الدائرة
دائرة النقاش عن حالات المرضى في غير بدون إشراك فقط المختصين والمعنيين بالحالة. فالأمانة بلا شك من أهم القيم التي يمارسها الطبيب في سره وعلانيته، ويجب أن يتمرس عليها بانتظام. نعم بارك الله فيك. في حالات مؤثرة دكتور أحمد، بس أنا تفضل كذا، هل مرت عليك حالات مؤثرة في هذا الاتجاه؟ أنت ما شاء الله عليك ممارس يعني تدريسا جامعيا وعيادة. نعم الحقيقة في أكثر من حالة، بعض الأحيان تحدث في المصعد مثلا، مريض تجد مثلا أطباء يناقشون حالة بالاسم، وهذا طبعا يعني هذه بعض التجاوزات اللي ممكن تصير. فعلى الطبيب أنه مثلا يعني ينهى من يتحدث بهذا الطريق بالأسلوب الحسن، ويوضح له أنه هذه أسرار المرضى ما المفروض تناقش في المصعد. طبعا يعني هذه بعض الأمثلة التي تحضر لنا. كنت ذكرت لي دكتور مسألة أنه إذا أوصى مثلا ابن المريض أن لا يخبر والده بالتشخيص المرض. مزبوط. في قبل الحلقة كنا نتكلم مع الأستاذ مصطفى عن قضية الحقيقة شائكة ومتكررة كثير في المجال الطبي، إنه أهل المريض يطلبون من الطبيب المعالج عدم إخبار المريض بتشخيصه. مثلا حمان الله وإياكم المثال الشائع مرض السرطان، إذا كان المريض شخص حديثا بمرض سرطان يأتوك العائلة من الخلف ويقول لك بلاش تقول للوالد أو بلاش تقول للوالدة لأنه النفسية حتتأثر. طبعا علميا وصحيا وحتى شرعيا المريض هو إذا كان المريض في كامل قدراته العقلية ويستطيع يفهم ويستوعب ويتخذ قرار، إذن هو المسؤول الأول، هو اللي لازم يعلم بالتشخيص وهو يقرر فيما بعد. ممكن هو يقول لك أنا ما أبغى مثلا أحد الأبناء يعرف، أبغى البنات يعرف مثلا. بعض الأحيان للأسف هذه تقلب عندنا في المجتمع، أعتقد هذه في تناقص، الثقافة هذه بدأت صحيح. تتناقص بفضل الله عز وجل ثم بفضل التعليم والوعي العام، الوعي المجتمعي العام تطور كثير، ولكن نواجهها. فالطبيب ملزم أمام الله عز وجل أنه يؤدي الأمانة اللي عليه، أنه يعلم الطبيب. طبعا الإشكالية دائما تكون في الطريقة، وهذه برضو مهارة. أيوة. مهارة من مهارات التواصل اللي بلا شك هذه واعتقد معظم العوائل اذا فهموا انه الطريقة هذه سيقوم الطبيب بها بطريقة الاعلام سيقوم بطريقة لطيفة، اعتقد في كثير من العوائل. سنعود لهذه النقطة ان شاء الله بعد فاصل قصير، نستأذنكم فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونواصل واياكم باذن الله. تسهر وتتعب، تراقب وتتابع، تشكل حلقة وصل بين الطبيبات والمريضات، تقوم على المرضى قبل وبعد العمليات. إنها الممرضة، ذلك القلب الرحيم الساعي لتخفيف الآلام وتضميد الجراح، فلها التقدير والامتنان. وحتى تكتمل رسالتها فهذه أمور يجمل بها مراعاتها في عملها: أن تستشعر مراقبة الله لها في قيامها بشؤون المرضى، فترحم ضعفهم، وتعتني بمواعيد علاجهم، وتعلم أن الله تعالى مطلع عليها. إن الله كان عليكم رقيبا. أن تتمسك بعفافها وتلتزم بحجابها، فإنه فريضة، والتمريض ليس عذرا في تركه. أن تغض بصرها عن العورات قدر المستطاع، أن تحذر من الخلوة بطبيب أو زميل أو مريض، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أن تعتني بواجبها مراعية قواعد العمل وتعليماته بإتقان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا كله مع إحسان النية والإخلاص في العمل، فلها بالنية الصالحة والاحتساب نصيب من قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. you
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونرحب مجددا بضيفينا الكريمين. دكتور فؤاد، في النقطة التي يعني نتحدث فيها في موضوع الرحمة، وكما ذكرنا قيمة الرحمة وقيمة الأمانة، قيمة الإتقان، يعني التحديات الآن كثيرة تواجه الأطباء، فكيف يوازن ما بين التزامه بالقيم وهذه التحديات والتطورات أو ضغوط العمل؟ يعني دعني أولا أؤكد على ما ذكر الدكتور أحمد في قضية أن هناك ممارسات جدا رائعة ويجب أن تظهر للأطباء والطبيبات. صحيح. أنا أذكر من القصص الحقيقية مرت علي قصة امرأة كانت مصابة بشيء ما في الباطنية، الآن لا يحضرني هو سرطان أو شيء من هذا القبيل، وذهبت إلى بعض المستشفيات ولظروف نظامية معينة لم تقبل، فحاولنا أن نتوسط واتصلت على بعض الأطباء، عدد من الأطباء، فقالوا ما نستطيع أن تقبل في بعض المستشفيات، لكن دعنا نسأل عن حالتها. فانبرى للموضوع عدد من الأطباء والطبيبات وذهبوا لموقعها وتأكدوا من حالتها، ثم بعد ذلك أحالوها على مستشفى خاص ودفعوا قيمة علاجها. تذهب إلى المستشفى الفلانية ووجدت أن هناك مبلغ دفع لكامل العملية من هذه المجموعة من الأطباء والطبيبات. سبحان الله يا أخي. الآن أنا عندما يعني أتأمل هذه القصة، هذه ممارسة حقيقية واقعية. نعم. هذه نفوس الرحمة التي هذه قيمة الرحمة التي تحدث عنها الدكتور قبل قليل. عندما أصبح الآن الطبيب تجاوز مرحلة أن هذا المريض جاءني للعيادة، أصبح يشعر أنه جزء من مسؤوليته أن يقدم شيئا لهذا المريض أيا ما كان مكانه وأيا ما كان تصرفه. اليوم نحن أمام نماذج مشرقة حقيقية في هذا الجانب، ربما نحتاج إلى أن نسلط الضوء عليها. لكن دعني أنقلك بعد الرحمة والإتقان، أنت ذكرت قضية التحديات. نعم. أخي مصطفى والدكتور أحمد وكل من يسمعنا، القيم هي مبادئ أساسية في نفس الإنسان، هي محركات السلوك. مهما كان هناك تحديات أو صعوبات أو أي ما كان، يبقى الإنسان على مبدأه الأصيل، أنه يدرك أن هذا الذي يدين الله عز وجل به هو الذي يحركه تجاه العمل، وبالتالي ما أعتقد أن هناك تحديات يمكن أن تحول دون الإنسان وقيمه. مثلا عندما تحدث الدكتور أحمد عن قضية الأمانة، أنا لا أتوقع بأن ثم الطبيب يقول والله في تحديات معينة جعلتني أخل بالأمانة. يا أخي هذه أمانة، في الأخير أنت مؤتمن على الأسرار، مؤتمن على العمل، مؤتمن على كافة الأمور. نفس القضية في قضية الرحمة، عندما يقول والله أنا تحت ضغوط معينة انتزعت من قلبي الرحمة، لا يتخيل هذا. القيم فيها ثبات، فيها ديمومة، فيها استمرار، وهذا الأصل، وبالتالي كل التحديات ستزول أيما كان عندما نتحدث عن مبادئ أساسية وهي قيم، ولذلك ربطنا القيم بهذه المهنة العظيمة. نعم، بارك الله فيكم. نرحب بمشاركاتكم أيها الإخوة والأخوات من خلال أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. دكتور أحمد، يعني نكمل في محور التحديات، هناك بعض التحديات موجودة في بعض الحالات تقع على الطبيب، يعني كيف يتعامل معها؟ مثلا إذا كان في هناك قرار إداري معين في المستشفى أو في من إدارة أو يتعامل مع طبيب أو مع مريض له حالة خاصة. نعم، من التحديات مثلا الشائعة جدا هي زحمة العيادة. نعم. وعدد المرضى الكبير المتضخم المراجعين. نعم. والحقيقة هذه، وأنا يعني أنا دائما أقول أكبر امتحان لصبر الطبيب الاستشاري هو العيادة. طبعا اللي عندهم عيادات والجراحين اللي عندهم عمليات، الله يكون بعونهم، لأنه لما تيجي تشوف عدد المرضى اللي ينتظروك شيء مهول جدا، فأنت إذا كنت طبيب ذا صبر وحلم وقيم عالية يجب أن تحتوي عدد المرضى وتؤدي ما بوسعك لإرضاءهم جميعا. تستعين بالزملاء، طبعا دائما الطبيب الاستشاري لا يعمل مفردا، فلديك مساعدة من الأطباء المتدربين الذين لا يقلون أهمية عن الاستشاري، فتفتح أكثر من غرفة تتصرف، يعني تحاول تكلم التمريض يدبروا لك غرفة زيادة، غرفتين زيادة، ثلاثة، فيما يسمح به النظام، نظام المستشفى، بقدر المستطاع. أما بالنسبة للقرارات الإدارية، طبعا هذه دائما في حالات مد وجزر ما بين الأطباء والإدارة، إدارة المستشفيات في كثير من الأحوال. النية تحسين العمل، هذه هي النية، ودائما هو هذا الدافع لاتخاذ قرارات تقنين أو تنظيم.
فدائما نحاول انه نصل الى حد وسط فيما بين بعيد عن الافراط والتفريط في خدمه المرضى بقدر المستطاع. نعم. نعود الى جانب من المشاركات الاخوه والاخوات. يعني هناك تركيز واضح من دكتور فؤاد في موضوع الاخلاص والامانه والصدق. الصدق هذه ما تكلمنا عنها ترى. الصدق اي نعم يعني ما شاء الله نتحدث عنها اي والان تكررت قضيه الصدق. نعم. وانا اعتقد منها قيمه جدا مهمه. اليوم الطبيب احدى القيم الاساسيه فيه قضيه الصدق. والصدق انا اعتقد انها مؤشرات كثيره تدل عليها. يعني طبعا قضيه الصدق في التشخيص قطعا الصدق في العلاج. يعني ربما دكتور احمد يعني صحح لي المعلومه. الان انا عندما اكون طبيب واصف دواء اغلى في القيمه برغم ان هناك دواء اخر اقل في القيمه ويحقق نفس الهدف من اجل اني مثلا ازيد من دخل صيدليه المستشفى، هذا قد يخالف الصدق. يعني قد يخالف الصدق عندما اطالب بإضافة تشخيصات إضافية. أنا أدرك من ناحية التخصص، طبعا الدكتور أحمد يفيدنا في هذا الجانب، أدرك من ناحية التخصص بأنها غير لا يعني غير مطلوبة في مثل هذه الحالة. نعم. قضية أشعة، قضية تحاليل إلى آخره غير مطلوبة. نعم. لكن أطالب بها لشيء ما مرتبط مثلا بنظام في المستشفى. طبعا أنا بأفترض والدكتور أحمد يصححني في هذا الجانب، أعتقد أيضا من الصدق أني أصف الدواء المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة وبالتكاليف المناسبة التي أدرك بأنها هي عملية الصدق الحقيقي في التعامل مع المريض في هذا الاتجاه. نعم. هذا جزء من عملية صدق الطبيب. ربما الدكتور أحمد يعني يضيف شيء في هذا الجانب. تفضل دكتور. بلا شك الصدق من أهم القيم المطالب بها جميع من يعملون سواء في مهنة الطب أو في غيرها، وأيضا هي برضو تتفاوت. صحيح. مثلها صحيح. مثل أي مهنة. والعشم والمأمول من الطبيب أنه أقسم أن يكون مخلصا وصادقا ورحيما بمرضاه ومن يزوره في العيادة. هذا العشم وهذه هي القاعدة، وأعتقد أن معظم زملائنا الأطباء يمتحنون بهذه المهنة. صحيح. ويتصفون بهذه الصفة. هل أستطيع أن أبرر الأطباء كافة من تجاوزات؟ الحقيقة لا أستطيع أن أبرر، ولا أريد أن أقف في موقف مدافع عن أحد في هذه الحلقة، ولكن نحن متفائلين الحمد بس لله. بس العشم والخير موجود بلا شك. وفي الأخير ما يحكم التصرفات هذه وجود الأنظمة، وجود التنظيمات معينة، مراقبة الأطباء. جميل. من قبل المستشفيات أو من خارج المستشفيات، محاسبة المتجاوزين. ولكن الحقيقة العشم والأغلب صحيح. هو أن الطبيب قسم بالله عز وجل أنه ما يتجاوز التصرفات الطبية المتعارف عليها. قد تتفاوت والحالات، هذا الموضوع كبير وشائك، الحالات بشكل عام تختلف. وبعض الأحيان الطبيب يستطيع أن يشخص الحالة بدون أي طلب تحليل ولا أشعة. يعني دكتور أنت ذكر وفي بعض الأحيان ما يستطيع. يعني صحيح. فيجب يتوجب عليه من باب النصح والصدق والأمانة إنه يتطلب عشان يوصل للتشخيص. صحيح. والأصل صحيح. إنه يعني الدكتور هو مصدق وهو يعني بلا شك. أيضا من التحديات يعني دكتور إذا سمع مثلا تذمر من مريض أو نعم. يعني كلام لا يليق أو غير نعم. ذلك، يعني كيف ردة الفعل؟ لازم يعني الصبر. لازم يجب أن يصبر. طبعا الإنسان الطبيب إنسان بلا شك، ونعيد ونكرر دائما أن الطبيب بشر مش ملك منزل، ولكن طريقة تعامله مع المرضى يجب تؤخذ على مستوى عالي جدا من الصبر والحلم والأناة. لأنه المريض كما ذكرنا يأتي من جهة الضعف وقلة الحيلة، وأقرباء المريض نفس الشيء، بهم ما بهم من الهم، وقد يتجرأوا أو قد يعني يتلفظ أحد الأشخاص بلفظ مسيء أو بذيء للطبيب، أو حتى في بعض الحالات قد يصل إلى العنف الجسدي. الطبيب ما يستطيع يرد، ما يستطيع من 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 باب مبادئه وقيمه المفروض انه ما يرد على الـ على الـ على الـ على المسيء، ولكن ينحني المنحنى النظامي في ايقاف مثل هذه التجاوزات مع الصبر والتحلم. يعني بلا شك. نعم. وهذه بتصير كل يوم ترى، كل يوم بتصير.
نعم صارت لك يا دكتور لكن. انا صارت لي بالاسف لكن يعني انا اقول لك الدكتور الدكتور من المخلوقات العجيبه الصبر الا انت تخيل 7 سنوات طب بعدين 5 سنين او 10 سنين تدريب فيطلع استشاري يقول مر بمراحل كثيره في حياته وسقل المفروض انه سقل ومستوى صبره وتحمله المفروض يكون أكثر من الإنسان اللي لم يعد بنفس المرض. نعم بارك الله فيكم. ذلك أنا تحدثت عن قضية إنسانية الطبيب لأنه بالفعل فيهم إنسانية عالية. عالية جدا. أيوة والله. اسمح لي نأخذ هذا الاتصال معنا أبو حامد من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. أنا أود بس أذكر قصة حصلت معي ولكم التعليق. نعم. عن زيارتي مرة لطبيب فكان المريض هو ولدي. الطبيب بعد ما شخص الحالة وكذا فذكر لي تكلفة العلاج كانت مرتبطة طبعا بالأسنان وكذا فكان يعني أنا صدمت من المبلغ المرتفع فسألته قلت له يعني لماذا أو ليش يعني المبلغ كذا يا دكتور فقال لي أنت على التأمين ولا بدون فقلت له لا بدون تأمين فقال لي طيب خلاص أنا هحسب لك بيها بنصف المبلغ فهذا أعتقد يعني هل هذا ممكن يدخل في باب التلاعب أو يعني عدم الأمانة عند الدكتور اللي يشتغل طيب. مو مفترض يكون في مراعاة لمثل هذه الأمور يكون يعني نتمنى أن يكون الأطباء تعاملهم سواء كان المريض دخل الطبيب على التأمين أو بدون تأمين واضح إن شاء الله كثير هذه الأمور يعني نعم واضح شكرا لك أبو حامد على هذا السؤال دكتور عبد الله تفضل اذا دكتور احمد تفضل الحقيقه ما استطيع اجيب عن هذه الحاله تحديدا ولكن انا ممكن اعطيك فكره تحدث كثيرا في المستشفيات الخاصه نعم المستشفيات الخاصه تتعاقد مع شركات تامين وشركات التامين هذه قد لا تدفع للمستشفى في الثلاثه اشهر او السته اشهر او حتى السنه فتسعيرة التأمين تكون مختلفة عن تسعيرة الكاش بحكم التأخير صحيح. زي مثلا ويسمحوا لي في التشبيه بس التشبيه لتقريب الفكرة السيارة الكاش والسيارة التقصير إلى حد ما صحيح. وهذا الاتفاق اللي اتفقه المستشفى مع شركة التأمين ومع المرضى الكاش فهو بيقول لك أنه أنت التأمين هذه التسعيرة لأنه دفع بالآجل وعليه مطالبات وعليه إجراءات نعم. وهذا تأمين هذا كاش لأنه أنت اللي بتدفع هو بيعطيك الخيارين وأنت عشان أنا هذا في تصوري صحيح. هذا السبب وأنا نعم. بعمل كثير من الأحيان إنه الطبيب يوضح ذلك للمريض نعم. يعني إذا وهذا واجبنا كأطباء إنه نشرح له إنه أنت عندك تأمين عشان وفي بعض الأحيان ترى حتى الفورم يختلف. الطلب يختلف أنا أسأل المريض أنت تأمين ولا كاش لأنه الوصفة حقت شركة التأمين تختلف عن الوصفة حقت الصيدلية الكاش اللي ممكن يروح يشتريها يصرفها في أي مكان أو لا هذه مرتبطة بالمستشفى مثلا يعني حتى النموذج مختلف نعم من ضمن العقد حق تعاقد شركة التأمين مع المستشفى نعم بارك الله فيكم دكتور فؤاد يعني قيمة التغافل والتغاضي تحدثنا عنها قبل ذلك أي صحيح لكن مهمة جدا أيضا هذه قيمة مهمة لأن في الأخير أنت تتعامل مع أنماط بشرية مختلفة ظروف إنسانية مختلفة الأصل أنها دخلت المستشفى وهي على أعلى درجات التوتر وبالتالي يحتاج المريض يحتاج الطبيب إلى جرعة كبيرة جدا من قضية الصبر وتحمل المواقف المختلفة وربما الدكتور أحمد أشار إلى قضية مهمة جدا وأن الطبيب أصلا دخل في مدرسة طويلة من الصبر العملي حتى وصل إلى ما وصل إليه أنا أريد أشير إلى قيمة مهمة جدا وهذه يجب أن تركز معي يا شيخ مصطفى فيها والدكتور أحمد معي أنا أعتقد إحدى القيم العظيمة المهمة جدا للطبيب هو أن يربط الطبيب المريض بالله الطبيب المريض يأتيك وهو بعد الله عز وجل يرى أن العلاج بيدك والعلاج بيدي لا لكنه مؤمن بأنك تستطيع أن تكون سببا تخيل أن كل توجيه أو كلمة أو إشارة أو تلميحة هي عند المريض بمنزلة ومقدار يا أخي الطبيب يقول لي لا تأكل الشيء الفلاني وأنا محب لهذا الشيء سأتوقف عن أكله الطبيب يقول يجب أن تفعل كذا عادة سألتزم بكلام الطبيب فلك أن تتصور أن مريضا يدخل على الطبيب
ثم يتحدث معه عن مرض معين ويصف له علاجا ما، ثم بعد ذلك يربطه بالله في قضية التوكل اليقين الدعاء. والله الدعاء والله بعض الأطباء يسألوا حتى عن قضية، طيب أنت ما أخبارك مع الصلاة؟ ترى الصلاة حرز. طيب ما أخبارك مع أذكار الصباح والمساء؟ تراها حرز. هذه المعلومة التي سمعها من الطبيب عن الأذكار والصلاة ربما تكون أبلغ من خطبة يسمعها من إمام فوق المنبر، لأنه متوقع أن يسمع من الإمام هذه الكلمة، لكن غير متوقع أن يسمعها من الطبيب بشكل مباشر. اليوم الأطباء في يدهم فرصة عظيمة جدا لصناعة الإنسان وإحياء الإنسان بشكل يعني كبير في هذا الاتجاه. نعم بارك الله فيكم دكتور أحمد. يعني لأننا نتحدث أيضا في هذا الجانب، يعني هناك تطبيقات عملية أو أمثلة في هذا بلا الموضوع. شك كثير من المرضى طبعا يسمع للطبيب ما لا يسمع لغيره من التوجيهات والوصايا. كثير من الأحيان نتعامل مع مرضى مثلا يجب أن يتوقف من أكل الملح أو إضافة الملح الزائد في الأكل. نعم. وهذه ممكن تصير أسبوعيا، أنه مريض يصر على الملح أو يحاول أنه يأكل الملح بطريقة أو بأخرى، وعندما يأمره أو يطلب منه الطبيب سبحان الله بأكثر من محاولة وبأكثر من طريقة كثير من المرضى يمتثلون. طريقة قضية الدعاء للمريض وتذكيره دائما بالله، وهذه دائما تصير سبحان الله عند مثلا إبلاغ المريض بتشخيص مؤلم متقدم. وهذه حتكون سبحان الله أنجعها دائما، يعني أنه مجرد ما تذكر له التشخيص الجديد السيء، عادة يكون سرطان جديد، سواء سرطان يعني موضعي أو منتشر، يكون دائما تتبعها بعض العبارات اللي تحاول تلطف على المريض مصابه ويتقبلوها سبحان الله في الأخير. أو تقريبا في حالات الوفاة دكتور، وهي أو في يعني حالات الوفاة أو يعني في حالات الاحتضار بلا شك تشاهد الإجراء الطبي المتبع بالعادة اللي الأمثل في هذه الحالات. في حالات الاحتضار طبعا كثير من المرضى يكون حوالينه مثلا أسرته أو أحد أبنائه، ممكن يقرؤون القرآن حوالينه، بعض الأحيان يتشهدون، وهذا الإجراء الشرعي يتشهدون بدون لا يقولوا له مثلا أنت قول، وهذه السنة النبوية أنه المريض يسمع الناس تتشهد، يعني يذكر بطريقة غير مباشرة، نعم بحيث أنه لا الشيطان يوسوس له أنه يعني هم يريدون يعجلوا فيك الوفاة. فهذه مقامة، ولكن سبحان الله هذه توفيق للخير من الله عز وجل زي أي شيء ثاني. يعني الطبيب إذا وفق من الله عز وجل لهذه النقطة فقد نال الخير وتسبب للخير للمريض المحتضر، وتسير الحمد لله رب العالمين. يعني في كثير من المرضى يكونوا في مراحلهم الأخيرة ويتشهدوا قبل الموت الحمد لله. نعم الحمد لله. دكتور رأي الطبيب فقط بس أيضا للتذكير، وهو زميل في الجامعة ربما الدكتور يعرف، لكن من باب لأنه هذا العمل عظيم فبالتالي لا أريد أن أضيع أجره. اجتمعت مرة ذات يوم في مكتبه، هو أيه. أستاذ جامعي وفي نفس الوقت له عيادة في المستشفى الجامعي، ما شاء. وعنده كروت أيه. كروت كتب فيها بخط يدي، هو بالمناسبة خطه جميل ما شاء الله، كروت يعني عددها كبير، كل هذه الكروت أدعية وأحاديث مرتبطة بالأذكار. فقلت له يا أخي هذا إيش يعني؟ قال يا أخي أي مريض يدخل عندي في العيادة بعد أن أشخصه أعطيه كرت، أعطيه واحدة يعني في روشتة دنيوية وهذه روشتة أخروية. والله يا أخي شيء جميل. جميل والله جميل، يعني تتخيل أن أثرها أبلغ، والله لازلت أقول بأنها أبلغ بكثير من أي روشتة أخرى دينية يسمعها من شخص آخر. سبحان الله. يعني هناك دكتور نكمل مع التحديات اللي ممكن يعني تواجه الطبيب، وكيف أنه يعني يغلب على منظومة القيم أنه صحيح. تكون ثابتة وراسخة. يعني واحدة من التحديات الطبيعية مثل ما ذكر الدكتور أحمد بأن الطبيب هو عبارة عن إنسان لديه ظروف أسرية، لديه ظروف عمل، لديه ظروف صحيح. دراسة، بعض الأطباء الملتحقين بالدراسات العليا الخاصة بهم وما إلى آخره، هذه قد تضغط عليه كثيرا في مقابل أنه يتعامل أحيانا مع المريض داخل العيادة. يعني مثلا الدكتور أحمد أستاذ جامعي قد يأتي من محاضرته ثم يدخل على العيادة فيجد عدد كبير من المرضى قد لا يستطيع أن يتحمل بشكل أو بآخر هذا العدد، هذه أمور أعتبرها نوع من التحديات. هنا تبرز
يعني صفاء القيمة وقوة القيمة لدى الطبيب عندما يشعر بأن هؤلاء جميعا هم جزء من ميزان الحسنات. أنا يا أخي عندما يعني عندما يقصد بابك شخص ما ويطرقه هذا قطعا دلالة على اصطفاء الله عز وجل لك. هذا طرق بابك. يعني أذكر كان من السلف الصالح من إذا جاءه فقير يطلبه المال يقول مرحبا بمن جاء يقودنا إلى الله. صح. الله. يعني هذا مريض يعني هذا أقصد يطلب مال فبدل ما يقول والله ترى أنت أو أتمعر لا. فأعتقد أن اليوم المريض هو جزء من الرصيد الذي يدخل في ميزان حسنات عندما يتعامل الطبيب بأنه لا يدري في أي مريضه البركة كما نقول في أي طعامه البركة. ما ندري في أي مريضه البركة. قد يكون في تلك المرأة العجوز القابعة على كرسيها بعيدا وداخلة وهي متألمة أو قد يكون في تلك الفتاة الشابة أو الطفل الصغير فلا يدري في أي مريضه البركة. عندما يتعامل بهذه القضية سيتغلب على بركة الدعاء لهذا الطبيب. طبعا يعني في هذا طبعا يعني بعض المرضى يخرجون يقول والله ما قطعت الدعاء عن ذلك الطبيب طوالنا. يعني والله مر علي أناس يعني في الحج العام الماضي مر عليه شخص يعني عرف يعني يعرف أحد تعرف على اسمي وقال فلان من أقربائك من الأطباء يعمل في إحدى المناطق داخل المملكة. فقال يا أخي والله لنا 10 سنوات أنا ووالدي ما فتأنا على الدعاء ما فترنا على الدعاء. قلت إيش قال والله دخلوا في عملية كذا مفاصل أو شيء من هذا القبيل والله يجزي عنك الخير ولا زال يدعو لهم. أنا قلت حلو ذاك الطب ما يدري عن الموضوع أصلا سيل من الحسنات يعمل بشكل عجيب. نعم. سبحان الله. ناخذ اتصال معنا الدكتور عبد الله الزهراني حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكركم على هذا البرنامج الرائع والقيم الذي أتابعه أسبوعيا. حياك الله يا دكتور. الله يبارك فيك. ثانيا الله يبارك فيكم. تتكلمون على القيم والقيم هي ثابتة في الإسلام ومتغيرة ومتناقضة في المجتمعات الأخرى وهذا من ميزات الإسلام أن قيم ثابتة لا تتغير أبدا. وهناك قيم طبية كنت أتمنى التحدث عنها ويمكن تحدثتم عنها ولم أسمعها وهي إن أولا إن المرض هو من عند الله. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد للفضل. فالمرض يجب أنه من عند الله والشفاء من عند الله. وسأل أحد الأنبياء يا رب طالما المرض من عندك والدواء من عندك فما بال الطبيب؟ قال هي رحمة أنزلتها في يد عبد من عبيدي. فمن أهم القيم أن نعرف أن هناك علاج وضعه الله سبحانه وتعالى في القرآن. العسل شفاء والحبة السوداء شفاء والقرآن شفاء ودعاء الملتزم شفاء وماء زمزم شفاء. هذه يجب أن ننطلق من هذا المنطلق أن ننطلق من الأسباب العادية في هذا حتى يكون عندنا قيم إسلامية نعتمد على ما جاء به الله ورسوله من أسباب للعلاج الرباني. نعم. ونعلم أن الشفاء بيد الله حتى صحيح. لو أخذنا بالأسباب الأخرى فأنا نعلم أن الشفاء بيد الله. هناك قاعدة شرعية قيم ثابتة في القرآن الكريم إن لا يكاشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكشفنا ما به من ضر. فأتمنى من أخوين الدكتور الجهني والدكتور باداود أن يتكلم عن قيم الأساسية في علاج المرض من عند الله وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعتمد الناس على هذا قبل أن يعتمدوا على الأسباب المادية. هذا ما بودي. وأشكركم على هذا البرنامج وعلى هذا الفكر الله. الراقي جدا جدا وجزاكم الله خير. ونشكرك دكتور عبد الله على هذه المشاركة بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. تفضل دكتور أحمد. بلا شك أشكر دكتور عبد الله ثني على كلامه. الحقيقة ما أنا إلا أداة والسبب أنا وأطباء زملائنا جميعا وبدون لطف الله بي وبمريضي نحن لا نسوي شيئا. وهذه كثير نواجهها كأطباء أنه حتى في بعض الأحيان مجرد لحظة بسيطة تغفل وتؤبن وتعتمد على ذكائك وفطنتك وخبرتك وتدخل مثلا حالة أو منظار معين وعملته عشرات أو مئات المرات وبس مجرد ما أنت في تلك اللحظة استغنيت عن اعتمدت على حولك وقوتك واستغنيت عن حول الله وقوتك تعك الحالة. سبحان تعك سبحان الله كذا ما تدري إيش اللي صار بس
تسير بدل الحالة مثلا تأخذ ربع ساعة تقعد معك نص ساعة أو ساعة لربع. فكلام الدكتور عبد الله صحيح 100% بلا شك، وأصدق القول إنه فعلا كثير من الأحيان نحن لعلنا مقصرين في تعليق المريض بالله عز وجل وهو الشافي المعافي، ونحن ما إلا أسباب يجريها الله على أيدينا بحكمته وقدرته. بالنسبة للعلاج بالقرآن والعلاج بالأحاديث الصحيحة، هذا طبعا بلا شك يعني مهم جدا أن يرقي الإنسان نفسه بالآيات المعروف فيها شفاء كسورة الفاتحة والمعوذات وبالأحاديث زمزم كما ذكر الدكتور عبد الله جزاه الله خير. ولكن هذه برضو تظل أسباب مثلها زي مثل الذهاب للطبيب، مثلها زي مثلا أخذ حبة الدواء، كلها بلا شك بقدر عالي. بارك الله فيكم. دكتور فؤاد، هل هناك تعليق أو إضافة في هذا الجانب؟ هو الدكتور عبد الله أضاف إضافة جدا رائعة، ويمكن ربما نحن قبل قليل أشرنا إلى قضية أن من دور الطبيب ربط المريض بالله. نعم. وتحدثنا عن قضية التوكل على الله والاعتماد بالله والتذكير بأن الشفاء من عند الله، كما أن المرض حصل من عند الله عز وجل فالشفاء من عند الله عز وجل. يعني تطرقنا لهذه القضية بشكل يعني واضح، لكن أنا أريد أن أشير إلى قضية ربما تكون رسالة أخيرة ومهمة جدا فيما يتعلق بقضية الطبيب والعلاج. أنا أقول ربما هي منظومة القيم للطبيب يمكن أن تختصر في الآتي: هذا الطبيب الذي من الله عز وجل عليه، الطبيب والطبيبة، بأن فتح له من العقل ومن الذكاء ما أعانه على اجتياز هذه الدراسة الطويلة وأوصله إلى هذه المنزلة الرفيعة المجتمعية، أمامه أمانة عظيمة، أمانة عظيمة. سيدخل عليكم المريض وهو بحاجة إلى إتقانكم وإلى مهارتكم إلى صدقكم إلى أمانتكم، ويحتاج إلى أن تشعروا بأن إحياء نفسه وربطه بالله عز وجل وتسخير كافة الأمور التي تساعد على إعادة إحيائه من جديد هو أعظم ما تتقربون به إلى الله عز وجل. فاليوم ربما يقف الطبيب يوم القيامة كما يقف الأنبياء معهم النفر والنفرين، يقف الطبيب يوم القيامة قد أحيا نفسا ربطها بالله عز وجل، نفس جديدة وروح جديدة وبشكل مختلف. نعم، بارك الله فيكم دكتور فؤاد. دكتور أحمد، في دقيقتين يعني الأخيرتين في هذه الحلقة، ماذا نوجه من رسالة؟ الحقيقة تعقيبا لما ذكر الدكتور فؤاد جزاه الله خير، بلا شك يعني الله عز وجل هو صاحب المنة على الأطباء كافة، وهذه بلا شك نعمة يجب علينا كأطباء ممارستها بما يرضي الله عز وجل ومراعاة جميع القيم الإسلامية التي تقربنا من الله عز وجل، ويكون هذا الطب حجة لنا لا حجة علينا من جميع القيم المختلفة. وما ذكرنا إلا غيظ من فيض، لأنه الموضوع كبير ومتشعب، ولكن فعلا الإخلاص لله عز وجل والأمانة والصدق والإتقان والرحمة بالمرضى والتعامل معهم على أساس أنه إنسان أولا وأخيرا ومسلم ثانيا ومهما، والهدف كله في الأخير أنه ننجو بأنفسنا وننجو بالمرضى إلى بر الأمان بحول الله وقوة. نعم، بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على ما تقومون به. اللهم ونشكرك أيضا دكتور فؤاد على هذه المشاركة معنا حقيقة، ونشكر الأطباء والطبيبات والأطباء كتب الله أجرهم، سدوا على الأمة الإسلامية ثغرة عظيمة، فالله لا يحرمكم أجر كل مريض ومريضة، نسأل الله أن نجعلها إن شاء الله فاتحة خير. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء لأن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الدكتور أحمد الجهني والدكتور فؤاد مرداد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا
وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.